أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة. نرحب بمستمعي روتانا فم في المملكة العربية السعودية، كابتن فادي الرهبي، كابتن محمد داهم في حلقة الليلة. أنا هذولي والله ما أعرفهم، هم جونا للاستديو عشان لا أحد يقول يقربوا لي ولا عيالي ولا جاب عيال الناس. ناس جايين هنا مع أبوهم وجايبين هالكيكة وقالوا نبغى نفرح بالناس، قلت تعالوا ندخل احنا. اي احد يجي هنا يمر من قدامنا نجيبها على الهواء. شاهد؟ انا الشاهد. طيب كلنا شاهدين. خلينا نتعرف عليها اول شيء. نحرك ونشيل المايك. وش اسمك؟ هلال. ها؟ لا وش اسمك؟ لا يقول اسمه سهلاوي. سهلاوي يا عبد السهلاوي. قطعك اسمك سهلاوي؟ وش اسمك بابا؟ وش اسمك؟ والله حافظ مثبت على الاسم سهلاوي. خلاص هذا اسمك؟ ها؟ اسمك سهلاوي؟ وانت وش اسمك؟ ندى. ندى ايش؟ ماجد السبيعي. ندى ماجد السبيعي ونعم. وهذا وش اسمه؟ حمودي. حمودي؟ طيب ليش يقول سهلاوي؟ حب السهلاوي؟ حب السهلاوي. تشجعون النصر؟ ايوه. ابوكم يشجع النصر؟ ايوه. تشجعون النصر بكيفكم ولا غصب ابوكم غاصبكم تشجعون النصر؟ لا اكيد ابوهم غاصب. انت تحبين النصر؟ لا اقول لك بابا يشجع النصر غصب؟ انت كذا اكيد فرحان النصر فاز كثير ولا شوي؟ تعرفين هذا البرنامج وش اسمه؟ ما تعرفينه ولا تعرفين انا مين؟ والله انت اللي كسبانه بصراحه. ايش تعرفين فينا وبرنامجنا؟ انا متاكد انه ابوهم غاصبهم صراحه. هذا ابوهم ماجد السبيعي وعياده جيد والله العظيم ما نعرف ولا ندري. الرجال داخل علينا بعلم النصر والكيك ومعها الزيون الاثنين وحبينا نطلعهم على الهواء يفرحون ويفرح ابوهم ويفرحون اهلهم. الف الف مبروك لكل النصراوي. راح نشوف تقرير يعني يعد من افضل التقارير اللي قدمها البرنامج عن نادي النصر هذا الموسم. هو تقرير نعم استطيع يحكي قصه قدمها بدر الفايز مع محمد حسون. نشوفها وبعد نرجع نكمل الحلقه. شكرا بدر، شكرا للزملاء. وصلنا ختام الحلقة. نتمنى نكون من خلال البرنامج قدمنا تغطية تواكب التتويج، تواكب الفريق البطل نادي النصر بطل الدوري والكأس لهذا الموسم. عودة النصر بالتأكيد هي انتعاش للرياضة السعودية، وأي فريق يبتعد عن البطولات والمنجز حينما يعود يكون هناك ترحيب ومحبة وسعادة كبيرة في كل الأوساط الرياضية. المعتدل الأمير وليد بن طلال نذكر بأنه قدم هدية لنادي النصر عبارة عن 25 سيارة الجهاز الفني و اللاعبين. محمد الشهران اليوم تواجد في الباص، ارسل لي رساله قبل شوي يقول في اشياء صارت في الحافل حقت النصر مش طبيعيه، مش طبيعيه جدا يعني. بكره راح تكون معنا ان شاء الله في كوره، ما راح نخلي اي شيء يفوت عليكم. فهد شكرا جزيلا لك، شكرا لوجودك. شكرا لك اخوي محمد، والف مبروك لجماهير النصر. الحقيقه بهذه المناسبه احب ابارك لصديقي وجاري مكرن المقرن بمولوده الجديد حسام. محمد شكرا جزيلا لك. شكرا، واحب ابارك لجميع النصراويين واخص ابو عبد المحسن فيصل البراك صديق العزيز، واقول ان شاء الله الله يهديك ان شاء الله ولا تبارك ترين هلاليه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. شكرا ابو عبد العزيز. شكرا لك. شكرا الله يسلمك. والسهلاوي ترى صدق سهلاوي يعني نوريهم شوي. نوريهم ولا ما نوريهم سهلاوي؟ نوريهم. يمكن يوم من الايام يصير هداف. ترى القميص من ورا رقم 10 وحا كاتب السهلاوي. الف مبروك لكل النصراويين. اذكر ترى ما يقربوا لي، ما اعرفهم. شباب دخلوا الاستديو يقولون تركي جايب اخوانه ولا عياله دخلوا من الاستديو. بالعكس هذول اطفال ما حبينا نكسر فرحتهم، طلعناهم معنا على الهواء. موعدنا غدا 11:30 في امان الله. نسمع الاغنيه مره ثانيه حقت عبد المجيد الجديده اللي طلعت من الفرن قبل الحلقه. المصري العالمي الكبير تحقيق بطولة الدوري السعودي.